من الجزائر، هل هناك مسافة موجبة لصلاة الجماعة في الحضر؟ وإذا كان كذلك فكم المسافة المقدرة؟ في الحضر إلا في السفر. عيد السؤال. هل هناك مسافة موجبة لصلاة الجماعة في الحضر؟ وإذا كان كذلك فكم المسافة المقدرة؟ لعله في السفر بس أخطأ. لا مو في السفر، يعني الحضر يمكن بعد المسجد، أو يعني إذا أراد السائل يسأل عن سقوط صلاة الجماعة إذا بعد المسجد، فالجواب أنه ما دام يقدر أن يصل على الأقدام أو بوسيلة بمركب فإن صلاة الجماعة لا تسقط، بل يصلي جماعة في المسجد مع المسلمين.